يعني واقعا الدولة وعلى يعني الخارج بالخصوص وزارة الخارجية ضعيفة في هذا الموضوع بالرد. يعني مثلا قبل ما تجي سفيرة جديدة سفيرة الأمريكية سمعتوش تصريحاته، يعني انت بعد ما مستلمة المنصب تصريحاتك كلها نارية ضد الدولة وتدخلش على نظام الشؤون الداخلية العراق. يعني هكذا انطيناهم مجال. مع كل الأسف أنا أطلب من إذاعتكم من وزارة الخارجية بحركة قوية على هكذا تدخلات الخارجية.